مساء الخير ومساء الفل لحضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. لو أول مرة تتابعني أتمنى تعمل اشتراك في القناة، لو بتتابعني باستمرار أكيد بشكرك على المتابعة وأتمنى تعمل لايك على الفيديو ده، وبشكر حبايبي وإخواتي الغاليين اللي بيقولوا لي الكلام كويس جدا واللي دايما بيعملوا لايك قبل ما يشوفوا الفيديو. النهاردة موضوع مختلف. مبتسم أنت إسلام؟ أه مبتسم. بحب اللعبة الحلوة، دايما بحب اللعبة الحلوة. يا أخي المغاربة دول عندهم عند مش عند حد، يعني في اللحظة اللي الدنيا كلها مركزة في افتتاح الشان بقى وفي ما اعرفش مين بيقول ايه وفي قرار الجامعه الملكيه الشكوى اللي هتقدمها للاتحاد الافريقي بسبب بعض التجاوزات او البذاءات اللي طلعت من بعض جماهير الجزائر في شان 2023، ولكن انت في عالم والمغرب في عالم تاني ما بيسيبش حاجه. ورد قوي جدا جدا قفلوا بيه ملف الموضوع بتاع الهري اللي كان طالع بتاع اسد الاطلس. ايه اللي حصل يا عم اسلام؟ هقول لك يا سيدي، هقول لك. عايز لايك على الفيديو ده وتقطع ودانك. الخبر هقراه لك وبعد كده علق عليه. لأول مرة المغرب تعرض بقايا أسد الأطلس. المملكة المغربية قررت تعرض بقايا أسد الأطلس اللي حصل عليه كلام كتير، اللي طلع صحفي من الجزائر بيقول لك أسد الأطلس أساسا جزائري. المغرب تسكت؟ لأ، ولكن ده الدماغ الصح. قلتها لكم، فرق بين القدوة وبين العبرة. المغرب بتشتغل عشان تثبت لك ولكن من غير جعجعة. أنا مش هطلع أرد عليك وما اطلعش أي بيانات. اللي أنا بقوله لك ده من أكبر موقع رياضي العربي، والخبر دوت جاي عشان يقفل الموضوع تماما، بينما الجميع مركز في فيلم، المغرب بتركز في فيلم تاني. وإيه حقها؟ زي موضوع الزليج اللي رجعوا حقهم فيه، زي موضوعات كتير جدا، زي موضوع عدم ذهابهم الى شان 2023 لما حطوا شروط محدده للمشاركه، وفي النهايه الشروط دي او طلبوا حقهم ان هم يدخلوا بطيران مباشر للمدينه وده ما اتحققش، رفضوا المشاركه بمنتهى العزه بمنتهى الكرامه. ايضا لما اتكلموا على موضوع اسد الاطلس وقالوا اسد جزائري، برضو الرد جه بمنتهى المعلمه زي ما هقرا لك الخبر دلوقتي. بص بقى يا سيدي، في معرض جميل جدا اسمه معرض اسد الاطلس. معرض اسد الايه؟ الاطلس. اصداء زئير يمتد لالاف السنين. الاف السنين، مش 100 ولا 200. كان احد الصحفيين في الجزائر كان يجي يقول لك يعني 1940 تقريبا او 1930 كان في اسد جزائري. هنا بيجي يقول لك بقى اصداء هذا الزئير لالاف السنين. تعالوا نسمع الخبر ونعلق مره واحده. معرض أسد الأطلس أصداء زئير يمتد لآلاف السنين، يتيح لزائري رؤية عظام لأسد الأطلس المغربي. المغربي يعود تاريخه لحوالي 110 ألف سنة. أنت بتقول يا إسلام؟ أه والله العظيم 110 ألف سنة تم العثور عليها من فرق علماء آثار مغاربة وأجانب. المغرب كبرت الموضوع، يلا بينا بقى نعمل بحث ويلا بينا ندور ونتأكد، مش عايزين أدلة. في سابقة جديدة من نوعها عرضت حديقة الحيوانات في العاصمة المغربية الرباط البقايا الإحفورية لحيوان الأسد المغربي المسمى علميا الأسد الأفريقي، ويحمل المعرض اسم أسد الأطلس. هوريكم الصور دلوقتي، خليكم على الآخر. أصدر زئير يمتد لآلاف السنين، ومن خلاله سيرى المغاربة لأول مرة عظاما لأسد الأطلس، عشان يبقى كله بالأدلة ومش المغاربة اللي هيشوفوا الصور ديت ولا اللي هيشوفوا العظام ديت. ده الصحفي، أتمنى بقى إنه يذاكر ويبص على الكلام ده. ومن خلاله سيرى المغاربة لأول مرة عظام الأسد الأطلس المغربي يعود تاريخه ل 110 ألف سنة تم العثور عليها من فرق علماء آثار مغاربة وأجانب. تعال بقى بص يا باشا الصور كده الجميلة دي. ادي صورة أسد الأطلس. اتفضل. يعني صورة قديمة جدا ما قبل التاريخ بقى، أنت بتتكلم على موضوع. ادي الموقع كمان باين فوق، عشان إيه؟ أنا ليه جايب الموقع؟ عشان ناس تيجي تقول لك مش بنألف أخبار، الحمد لله، وموقع كبير جدا. تمام؟ الموضوع كله الدنيا كلها بتتكلم على القصة دلوقتي يعني. طيب. أدي كمان أوريك بقى صور الإحفوريات بقى، عشان إيه؟ يبقى إحنا كده قفلناها. عشان كده إيه؟ نبقى قفلناها يا كوكو. والله يا جماعة أنا بيعجبني الرد القوي اللي المغرب بتعمله، بتريح الدنيا كلها. عايز أدلة؟ أجيب لك أدلة. عايز سلطات؟ خد. عايز بابا غنوج؟ خد. كده أصغر لك بس الجمال ده، بس أنا أخد لك الصورة هنا أنقلها لك عندي على الواتس عشان إيه تشوفها كده وتملي عينيك منها.
بصوا يا جماعة، الموضوع ده بيقول لك من امتى؟ من 110,000 سنة، مش من 60 70 سنة. اتفضل يا باشا، ادي صورة الاحفوريات بقى، اللي هي يعني العظام الباقية من الاسد اللي من 110 سنة، كله بالادلة. قال لك كله بالبراهين، كله بالادلة وكله بالبراهين، اهو ادي الدليل اهو. المغاربة يا جماعة يعني عند السنين، عند السنين قلت لكم محدش يخش معاهم في عند، دول ما يتعندوش، قلت لكم مليون مرة والله، دول ما يتعندوش، دول دي ناشفة، دي ناشفة، هتخش معايا في عندها وهثبت لك وهحرجك وهعمل اللي في دماغي، كل حاجة زي ما هو عايز، هم دي قافلة معاهم بصلة. ما خلاص، ما تعاندش مغربي، ما تعاندش مغربي، وأنا حذرت وقلت الكلام ده كتير، ولكن الأدلة عمالة بتثبت، الأدلة عمالة بتثبت. لسه الراجل المسكين وحيد خليه زيتش بيعيط لحد النهارده، لما دخل في عند مع الجماهير بيوم بره على طول، فما تعاندش يا ابني. قال لك برضه نعاند معاهم في موضوع المشاركه في الشام، مش مشاركين بيوم برضه اهو. قال لك اسد الاطلس، طب اهو بالدليل من 110 ايه؟ 1000 سنه. فده اقل دليل، واتمنى اسمع رد الصحفي المسكين بعد الكلام اللي اتقال ده. بص كلمتين سرعه يا جماعه، عايزكم تركزوا فيهم قبل اقفل الفيديو ده. انا تابعت ثقافات بلدان كتير جدا جدا في كل حته في العالم، يعني عارف ثقافه مثلا اليابانيين، وعارف ثقافه مثلا الخليجه، عشت في الخليج فتره طويله جدا، وعارف طبعا ثقافه الاوروبيين، يعني ما بينزلوا عندنا في مصر، وبرضه انا سافرت كذا دوله، جميع الناس اتعاملت معاها وعارف ثقافتها، وثقافتها قبل للتمدد، ركز في الجمله دي، ثقافه اي حد قبل للتمدد، يعني على حسب المعطيات، تتعرض لضغوط ممكن ايه يلين شويه، يوافق، يعدي لك حاجه هو ما كانش عايزها، إيه بيعدي الدنيا، بيلين، يتمدد على حسب الظروف والمعطيات، زي واحد مثلا متغرب في دوله خليجيه مثلا، فصاحب الشغل جاي عليه شويه، هو مش من عادته ان حد يزعق له، ولكن عشان متغرب ايه؟ هيصبر، هيجي يقول لك كل عيش، الجمله الشهيره دي، صح كده؟ اللي انا لفيته وشفته الجميع يتمدد، لما اتعاملت مع الطبقه او جمهور المغرب لقيته لا يتمدد، شخصيه ثابته. في الهزار، في الضحك، في الطريقة، لما يحب يحب بجد، لما بيتضايق بيتضايق بجد، وتعاملت معاهم شخصية لا تتمدد أبدا، مش عشان حاجة، لا عشان الفلوس ولا عشان الرزق ولا عشان الكلام ده كله، يعلم أن الرزق بيد ربنا والجميع يعلم ذلك، ولكن هي مقاومات شخصية من العزة. هو أصلا المغربي بيتحب بطبعه، شخصية جميلة وخفيفة، عشري لطيف، يعني مبتسم دايما بالفطرة كده، وتلاقيه بيتعامل مع جميع الناس، وتلاقيه عنده تراثه الخاص، تلاقيه دايما بيعتز بلبسه، بيعتز بتاريخه، يعتز باصوله، وهو مش غلط، ولكن هتيجي عليه هيجي يقول لك لو انت صاحب شغل، شغلك على شغل معرفش مين، وسلام عليكم يابا، بالسلامه، مش عايز منك حاجه. ده المغربي، يا يحبك يا يقلب عليك، لا يتمدد، ده باختصار. فانا حبيت اقول ده مع خبره مع الناس دي، ومع المواقف الرياضيه اللي انا شفتها، من الشان لوحيد خليل يوسف لغيره لغيره لغيره، لقرار عوده حكيم زياش ابن المغرب، كل القرارات دي تؤكد ان هذا الجمهور صاحب قرار واحد. حتى الجمهور اللي مشى برضو انيس منصور اللي كان ماسك المكتب اللي كان يسير فريق الرجاء وتغير، وبرضو هم اي حاجه مش بتيجي على هواهم لا يتمددوا، هذا هو جمهور المغرب. تحياتي لحضراتكم، وده كان موضوع مهم، اتمنى تعملوا عليا لايك واشتراك في القناه، دعموني، دعمكم مهم جدا، بتعرض لكميه ضغوطات غير طبيعيه، ولكن بيكم بامر الله مكمل وما زلت على عهد لحد اخر لحظه. تحياتي، اسلام علوي، سلام عليكم.